لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قاتل الروح وين تروح؟ القصاص للقتلة. المدعى واخيرا عمار من بلدية مقطع دوز ولاية معسكر، ساكنة ببلدية سيق رفقة قيام المسجد المسمى بالخير الجبهة، ويقال أنه زوجها من بلدية سيق الذي تلقى مصرعه وهو يقوم بالفرار بطريق شرق غرب حدود ولاية سطيف في حادث مروري خطير أدى إلى وفاته. صور الضحايا وتضارب الأنباء بين من يقول 5 ضحايا ومن يقول 7 ضحايا. القصاص هو الحل الوحيد يجب تنفيذه في الجزائر. هذه هي القاتلة الأولى، المتهمة رقم 1، المدعى وخيرة عمار، وهذا هو زوجها القاتل. المتهم رقم 2 توفي في حادث مروري خطير، وهذا هو الضحية رقم 4، عسر عليه مدفون في غابة خروبة ينحدر من المحمدية معسكر، وهذا هو الضحية رقم 3، عسر عليه مدفون في غابة خروبة ولاية معسكر ينحدر من تلمسان، وهذا هو الضحية رقم 2، عسر عليه مدفون في غابة خروبة ولاية معسكر ينحدر من تلمسان، وهذا الضحية رقم 1، عسر عليه جثة هامدة مدفون في منزل القاتلة. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى تنفيذ القصاص العادل على خيرة عمار. لحد الآن ارتكبت 5 جرائم بطريقة بشعة وكانت في حالة فرار، ولكن تم القبض عليها من قبل السلطات المحلية الجزائرية. اسمها خيرة، تسكن في دائرة سيق. يجب تنفيذ القصاص في الجزائر حتى تقل مثل هذه الجرائم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.